بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية. ومع هذه الصفحة نبخونو لا باج 144، إذا نأخذ الصفحة 144. 144، إذا عندنا الصفحة رقم 144. En haut de la page, on a dire une poésie. Dire une poésie. قول شعر. إذا كيف لنا أن نقول شعرا؟ إذا عندنا في العنوان l'école est fermée. L'école est fermée. المدرسة مغلقة. المدرسة مغلقة. L'école est fermée. المدرسة مغلقة. L'école est fermée. المدرسة مغلقة. Le tableau sinoui. كما نتكلم عن السبورة منزعجة. السبورة منزعجة. Le tableau يعني السبورة. Sinoui هذا لو فيرب. Sinouiller. Sinouiller. يعني أنه انزعج. نتحدث أحيانا عن لو فيرب انويي. ما عندوش هاد سو أو اس ابوستروف كما عندنا هنا. لو فيرب انوي المقصود به ازعج، انك تزعج شخصا اخر. لكن هنا عندنا لو فيرب سو انوي. سو انوي غير هاد سو عند او انوي في البدايه ديالها عند او. اذا باش ما يتلاقاوش هاد الصوتيين، باش ما يتلاقاوش هاد الصوتيين وغيجيو شويه صعاب في الكلام، اذا حذفنا الاول ودرنا بوستروف كما نلاحظ. اصبحت عندنا سينويي. إذا لو فيرب سينويي أنك تنزعج. كمان نتكلم عن أنك تزعج نفسك. إذا المقصود أنك تنزعج. إذا لو طابلو سينوي. إذا نتكلم عن هاد السبورة أنها تنزعج. إلي زاغيني والعناكب. جمع عنكبوت. إذا نتكلم هنا عن مجموعة عناكب. دي طون. دي طون. فلنقول. دي طون. فلنقول. إيتيدي. إذا عندنا هنا لو فيرب إيتيدي. أن تدرس. إيتيدي. هذا فعل درس. نتكلم احيانا مثلا عن لي زيتود. لي زيتود يعني الدراسات. لي زيتود سيونتيفيك الدراسات العلميه. احيانا نتكلم ايضا عن ليتيديون او بيان لي زيتيديون. ليتيديون يعني الطالب. لي زيتيديون الطلبه. اذا هنا دي طون فلنقول ايتودي. اذا خلينا نقول بان هاد العناكب انها تدرس. لا جيومتري تدرس الهندسه كما نلاحظ عندنا على السبورة. وكأن هاد العنكبوت، وكأن هاد العنكبوت يحسب وينشئ خيوطه كما نلاحظ. وبالتالي فهو وكأنه يطبق الهندسة. وكأنه يطبق الهندسة لأن الهندسة تهتم بهاد الأمر، تهتم بهاد القياسات وإنشاء الخطوط إلى غير ذلك. دي طون إيتيدي لا جيومتري بوغ أميليوري لي طوال. دي طوال pour améliorer لكي يطور. طبعا لو فيرب اميليوري، لو فيرب اميليوري هذا فعل طور. ليطوال لتطوير النجمه. نتحدث احيانا عن لي زيطوال. لي زيطوال يعني النجوم. لكن هنا كلمه طوال تعني الخيط او تعني مثلا حبال السفينه. اذا نتكلم عن طوال. نتحدث هنا عن خيوط العنكبوت نقول عنها دي طوال. واحيانا نتحدث عن الانترنت، المعلومات المتبادلة على مستوى الانترنت تكون شبكة. احيانا نسميها شبكة كما لو انها تشبه خيوط العنكبوت. اذا نسميها ايضا طوال. اذا هنا نتحدث عن خيوط العنكبوت ولا نتحدث عن خيوط اخرى. اذا لي طوال دي طوال بوغ اميليوري لتطوير. لي طوال دي طوال من اجل تطوير نجمة الخيوط. نجمة الخيوط نتكلم عن نجمة خيوط العنكبوت كما نلاحظ في الصورة. إذا هذه الخيوط المنشأة هنا وكأنها تكون نجمة. طوال داغيني. إذا نتكلم عن خيوط العنكبوت. طوال داغيني. كما نتكلم هنا عن خيط العناكب. كما نتكلم هنا عن خيط العناكب. بيان إيفيدامون. بيان إيفيدامون. كما نقول أنه واضح جدا، مؤكد جدا إلى غير ذلك. بيان إيفيدامون. مؤكد جدا. واضح جدا هذا الأمر بأن العنكبوت كأنها تدرس الهندسة من أجل أن تجعل خيوطها بشكل جيد على شكل نجمة. ثم عندنا vivre ensemble. vivre ensemble إذا نتكلم عن العيش بشكل جماعي. العيش بشكل جماعي. كوفي شابيرون روج. كوفي كوفي شابيرون روج كوم دو لو فويون لي تخواز ايماج ريبريزونت شابيرون روج avec sa maman. Et puis, sur la dernière image, nous voyons Chaperon Rouge avec sa grand-mère.
Alors, coiffé chaperon rouge, on peut dire comme exemple, sur la première image et la deuxième, nous voyons chaperon rouge qui écoute sa maman. نلاحظ بأن شابيرون روج أن تستمع لأمها. شابيرون روج écoute les conseils de sa maman. شابيرون روج écoute les conseils de sa maman. Sur la première et la deuxième image, nous voyons شابيرون روج qui écoute les conseils de sa maman. نرى في الصورة الأولى والثانية شابيرون روج التي تستمع لنصائح أمها. Sa maman lui demande de porter les galettes à sa grand-mère. Sa maman lui demande de porter les galettes à sa grand-mère. Et d'un homme a talabat mina, un termine l'halouyat, il est jeté. Sa maman lui demande de porter les galettes à sa grand-mère. Et sur la dernière image, nous voyons, et sur la troisième image, nous voyons, chaperon rouge arrivé chez sa grand-mère. Et sur la troisième image, nous voyons, chaperon rouge arrivé chez sa grand-mère. إذن على الصورة الثالثة نلاحظ شابيرون روج وصلت عند جدتها. وصلت عند جدتها. ثم عندنا جوغوتيا كما نقول استنبط أو استبقي إلى غير ذلك. Je dois obéir à mes parents. Je dois obéir à mes parents. Je dois يتوجب علي. طبعا عندنا هنا لو فيرب devoir. Je dois. عندنا لو فيرب دوفوار كما لو نقول توجب جو دوا يتوجب عليا اوبيير اوبيير طاعت طاعت ان اطيع جو دوا اوبيير يتوجب عليا طاعت لو فيرب اوبيير هذا فعل اطاع جو دوا اوبيير يتوجب عليا اطيع امي باون اطيع ابائي يتوجب عليا ان اطيع والدي جو دوا اوبيير امي باون ثم عندنا Je dois rendre souvent visite à mes grands-parents. Je dois rendre souvent visite à mes grands-parents. Je dois rendre souvent visite à mes grands-parents. يتوجب عليا في الغالب je dois rendre. كما لو نقول يتوجب عليا أعيد. يتوجب عليا أعيد. Souvent في الغالب visite أعيد زيارة à mes grands-parents لأجدادي لأجدادي عليا في الغالب زيارة أجدادي وأتفقد أحوالهما إذن هذا فيما يخص الفقرة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله